يقول السائل: نذرت منذ حوالي 10 سنوات أن أصوم الاثنين والخميس ولم أوفي بالنذر، فما الحكم؟ الواجب عليك أن تقضي الاثنين والخميس الذي تركته السنوات الماضية، عليك القضاء وعليك كفارة يمين عن كل اثنين وخميس. لماذا لم تنفذ النذر؟ إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال سبحانه في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه. قال سبحانه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليوفوا نذورهم، هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، لما استفصل هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل فيها عيد؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس فيها وثن وليس فيها عيد. قال: أوفي بنذرك. قال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة لا يجوز له أن يتركه، بل لا بد أن ينفذه. نعم.